نروح مع حضراتكم لسيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. مساء الخير على حضرتك. ومسألة دايما حق التظاهر ده حديث دايما يتشدق به الغرب، لكن لما يجي تظاهر ضد المعتدي الإسرائيلي يغض الغرب نظره عن هذا ولا ينقل الصورة الحقيقية. مساء الخير يا فندم. طبعا لا، هو مش حق التظاهر ويغضون البصر، لا ده هم بيقنعوا كمان التظاهرات السلميه لمساندة القضيه الفلسطينيه. صحيح. شفنا ده في الاتحاد دول الاتحاد الاوروبي، شفناه في المانيا، شفناه في ايطاليا، شفناه في انجلترا، شفناه في فرنسا، شفناه في حتت كثيره جدا. خلينا نتفق على حاجه، ان الغرب منتهك نهج وهو الازدواجيه في المعايير واستخدام ملف حقوق الانسان على الهوى وطبقا للاجندات الخاصه بهم لمصلحتهم فقط. صحيح. دون النظر الى مصلحه الطرف الاخر، وهي زي معادله يعني فاشله في كل سواء كان على المستوى الاقتصادي او المستوى السياسي. الاسبوع الماضي انكسرت اقنعه كثيره جدا، التحيز الواضح والصريح والصارخ من قبل الولايات المتحدة تجاه الولاية 52 لأمريكا وهي إسرائيل. كانوا في خندق دائما وأبدا منذ اندلاع يعني احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. يكون شكل الفج والقبيح الذي لعل وعسى ان بدات الاصوات تسمع سواء كان من الموقف المصري تجاه القضيه الفلسطينيه ومصر لحقوق البرياء والعزل بغض النظر عن يعني الجماعات التي لدينا عليها علامات يعني رفض او استفهام. الشعب الفلسطيني دائما وابدا هو شريك لنا، نحن لم نقدم هذا الدعم منذ الاسبوع الماضي، الدعم منذ عام 48 وخسرنا العديد من ارواح المسلمين فقط من اجل هذه القضيه. استاذ طارق، كيف يمكن استغلال الوثائق المصوره الصوت وصوره للجرائم الاسرائيليه ضد المدنيين الفلسطينيين في غزه على مستوى مؤسسات حقوق الانسان الدوليه وصولا للمحكمه الدوليه لمحاسبه اسرائيل؟ طبعا ده لازم هيبقى على مستوى العديد من الاطراف، دي بتتمثل في المؤسسه التشريعيه مع برلمانات المقابله لنا والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الاوروبي والكونجرس الامريكي. تحديدا هذه الثلاث برلمانات هم المعنيين اللي لازم نبتدي يعني نعمل اللوبي بتاعنا كبرلمانيين معهم. ايضا هناك السلطه التنفيذيه متمثله في وزاره الخارجيه والوزارات التي لها علاقات مباشره مع القضيه الفلسطينيه وتوثيق هذه الجرائم واعداد ملفات للترويج لها على المستوى الدولي. هناك دور هام جدا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه التي هي بالفعل موجوده هناك. يمكن في دور كبير جدا على التحالف الوطني ان شاء الله لما يدخل ويعدي الشحنات الاغاثه الى غزه، هيبقى في حاجات كثيره هتتكشف فيهم. انه يتم عمل توثيق لهذه الاحداث الداميه والمجازر البشريه على ارض غزه لعرضها على الجمعيات والمنظمات اللي دايما بتشتغل بكلمه ملف حقوق الانسان والانتهاكات وما الى ذلك. لابد ان يكون هناك وقفه مع هذه الجمعيات وهذه المنظمات، ايضا بالتوازي مع هذه الاطراف الثلاثه المعنيه لابد ان يتم تجهيز ملف لقضيه في محكمه الجنايات الدوليه، ودي لها طبعا يعني شق اخر في التحرك. يعني لابد ان يكون هناك تنسيق ما بين المؤسسه التشريعيه والمؤسسه التنفيذيه. صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.